الشوط الاول احط تشكيل مبهم، الشوط الثاني غير، فيقال ان موسيماني ابدع الشوط الثاني بتغييرات. يعني ما اقنعكش النهارده او هو ما اقنعكش خالص. لا هو الى الان انا قلت الكلام ده، هو نجح مع الاهلي في الثلاث بطولات الموسم الماضي، وده كلام وده يحسب لمدير فني ويحسب لفايلر قبل ما يحسب لموسيماني. وجهه نظر لم يبدع مع الاهلي الى الان، موسيماني لم يبدع مع الاهلي الى الان، يعني الى هذا التوقيت موسيماني لم يبدع مع الاهلي. في بعض الاوقات بحس ان هو زي بيتفرج على الماتش، مش 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 بي مش بيغير، مش مدير فني شغال. في بعض الاوقات ممكن الكلام ده يكون قاسي شويه، لكن ده انا بلاحظه كتير جدا في اوقات كتير قوي، بلاحظ ان هو بيتفرج زي حالاتنا كده بالظبط على الماتش، ما بيتدخلش بالتوقيت الصح، ما بيعملش التغييرات المناسبه، ما بيعملش التشكيل الصح اللي المفترض ينزل يكسب بيه المباراه. قبل لعب فرقه زي البنك الاهلي تمام، فرقه ما بتهاجمش من بدايه اللقاء، اتنين فراوده خلاص او فرود وتحتيه فرود وتحتيهم بلاي ميكر واتنين على طرف الملعب، احطهم دايما تحت ضغط، بلاعب فرقه ما بتعديش نص الملعب تمام،